فقد روى البخاري في صحيحه عليه رحمة الله، وكذا رواه غيره من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه يرفعه، قال: يقول الله عز وجل لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة: يا ابن آدم، لو كان لك الدنيا وملأها معها أكنت تفتدي به من هذا العذاب؟ فيقول: نعم. فيقال: كذبت. يقول الله له: قد أردت منك أهون من هذا، وأنت في ظهر آدم عليه السلام، ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك، فيؤمر به إلى النار. هذا الحديث من أعظم الأحاديث القدسية الصحيحة التي تعالج واقعنا ومشاكلنا في هذه البلاد وغيرها من بلدان المسلمين، لأن هذا الرجل لو كان له الدنيا وملأها ليفتدي بذلك كله من أهون عذاب النار، لأنه هو أهون أهل النار عذاباً، وقال بعض العلماء هو أبو طالب، لأنه جاء في الحديث: إن أهون أهل النار عذاباً أبو طالب الحديث. فلو كان له الدنيا وملأها ليفتدي به من ذلك العذاب وهو أهونهم عذاباً، قال هو: لفعلت. قال الله: كذبت، وقد أردت منك أهون من ذلك، ألا تشرك بي. فالشرك هو أعظم ذنب، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والشرك هو السبب في ضياع اقتصادنا واقتصاد المسلمين في الأرض اليوم، وهو السبب الأعظم والأكبر في هلاك كثير من الأمم ممن كان قبلنا وإلى يوم القيامة، كما قال تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. ومعنى لما ظلموا أي لما أشركوا، لأن الظلم في القرآن يأتي بمعنى الشرك. قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ففي قوله جل وعلا: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، أي لما أشركوا، فالسبب في الهلاك دائما وأبدا في كل عصر ومصر لما ظلموا، لما أشركوا، هو الشرك. هذا هو السبب في غلاء المعيشة، وهو السبب في ضياع الاقتصاد، وهو السبب كذلك في ضعف القوى العسكرية، وهو السبب كذلك في عدم الأمن والاطمئنان وعدم الهداية
في الدنيا والآخرة. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني لو أشركوا ووقعوا في الشرك ليس لهم الأمن وليست لهم الهداية، وهذا ما حصل لنا في هذه الأزمان وفي هذه البلدان. ولكن بعض الناس يقول: ليس هناك شرك لأننا نصلي الصلوات الخمسة في المساجد ونصوم رمضان ونحج البيت إلى آخره. اعلم أن الشرك يأتي بعد الإيمان ويأتي للمؤمن بعد إيمانه إذا لم يوفقه الله تعالى. قال تعالى في ذلك: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمن ثم قال مشركون، فالشرك يأتي بعد الإيمان. وما هو الشرك؟ هو دعوة غيره معه، هو دعوة غير الله معه. فكم من الناس اليوم في هذه البلاد، ولا تذهب بعيدا، كم منهم اليوم من يدعو غير الله من الموتى ومن أصحاب القباب والأضرحة، ويستغيث بأصحاب القبور ويتبرك عند أعتابها طالبا بركاتهم كما قال المادح المداح: دعني أصاحب سادتي وأماشي. دوما على رغم الحسود الواشي، وأزورهم دوما طالبا بركاتهم، وأزورهم دوما طالبا بركاتهم. وغفل أو تغافل أن البركة كلها من الله، وليست من الفقراء ولا من الفكيا ولا من ستات الودع ولا من شيوخ الطرب ولا من أصحاب القبب والأضرحة والقبور. البركة من الله، كما روى البخاري بالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على الطعام الذي كان لأصحابه رضي الله عنهم، فقال لهم رضي الله عنهم: كلوا من هذا الطعام المبارك والبركة من الله. ليس هناك شيخ لطريقة اليوم فيه بركة أبدا، لا يوجد، ولم تثبت البركة في أحد من البشر في أمتنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما تبرك الصحابة رضي الله عنهم بأحد في الوجود إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غير الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يتبرك به، ولو كانوا صحابة فلم يتبركوا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولم يتبركوا أبداً بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يتبركوا أبداً بعثمان بن عفان رضي الله عنه، ولا بعلي ولا بطلحة ولا الزبير ولا عبد الرحمن بن عوف ولا غيرهم من العشرة المبشرين بالجنة. ولم يتبرك أحد بالإمام أبي حنيفة ولا الإمام مالك ولا الإمام الشافعي ولا الإمام أحمد ولا إسحاق بن راهوية ولا غيرهم. فلماذا يتبرك الناس اليوم بأناس هم ليسوا بأولياء أصلا، وبينهم وبين الصلاح كما بين المشرق والمغرب، أو هو أبعد، بل هو أبعد، فكيف يتبركون بهم؟ شيوخ، منهم من لا يصلي، منهم من هو فاجر فاسق، منهم من هو طاغوت من رؤوس الطواغيت الخمسة
حيث أنه يدعو الناس إلى عبادة نفسه، أو يدعي علم الغيب، أو يعبد من دون الله ليس هو راض فحسب، بل هو داع إلى ذلك ومجاهد في سبيل ذلك بأن يعبد ويدعى ويستغاث به من دون الله، كما قال هذا القائل: وأزورهم دوما طالبا بركاتهم وأنا لديهم خاشي، يعني خاشع، ما مسني سوء. انظر إلى هذا الشرك، عشان ما تقول لي ما في شرك، ده مديح في البلد دي، في الحافلة بتسمعه، في البص السياحي وانت مسافر، الأقاليم بتسمعه، في قنوات التلفزيون بتسمعه، في الراديو بتسمعه. قال: ما مسني سوء وجئت رحابهم الفقراء ديل إلا وعني ذاهب متلاشي، هم عدتي عند الشدائد كلها، هم موئل يروي لكل عطاشي. وهذا الشرك الذي قاله هذا المداح مناقض تماما لنص القرآن الكريم، فالذي يذهب السوء ويكشفه ويرفع البلاء هو الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فلما جعل الناس آلهة كثيرة متعددة مع الله جل وعلا كان العذاب منه كما وعد وأخبر، وكانت سنته في أرضه وبين خلقه: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا لما أشركوا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا وكذلك نجزي القوم المجرمين. وكما قال الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وأنعِم على عبدك ونبيك محمدٍ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، وأنواع الشرك كثيرة، منها الذبح للقبب وللقبور والأضرحة، هذا شرك أكبر، لأن الله تعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، يعني بسبب ذباب واحدة. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر الرجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا للأول: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. وقالوا للثاني: قرب. قال: ما عندي شيء، ولكنه بنيته أراد أن يقرب لغير الله ويذبح لغير الله. فقالوا له: قرب ولو ذبابا، أي واحدة، ذباب في اللغة يعني واحدة. فقرب ذبابا لغير الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام:
فخلوا سبيله فدخل النار، دخل النار لأنه ذبح ذبابة لغير الله. فكيف بالذي يذبح اليوم عندنا في أعتاب القبور والقباب والأضرحة وعند الصالحين والأولياء المزعومين، يذبح عندهم كبشا أقرنا أو بقرة حلوبا أو بدنة عظيمة من الإبل، كيف يكون حاله؟ هذا قرب ذبابا ذبابا لغير الله، فكيف بالذي يقرب هذه الحيوانات العظيمة الغالية الثمن في زماننا وبلادنا وأنتم تشاهدون وتعلمون ذلك؟ هذا هو الشرك. وكذا لبس التمائم أو ما تسمى عندنا بالسودان بالحجبات، ولك ده حجاب للرزق. طيب الفكي عداك له ساي ولا باعه بقروش برزق؟ لا والله هو أصلا سعره قال 500، لكن عشان ودعم خالة أم أبوي أداني له ب300، يعني الفكي ده الرزق. فكيف الحجاب اللي بيديك له بيجيب رزق؟ لو كان بيجيب رزق كان لبسه هو، فما لكم كيف تحكمون؟ ولذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأباطيل التي لا تغني شيئا لا عن كاتبها ولا عن المكتوبة إليه ولا عن أي أحد من أصحابها وأربابها، قال عنها نصا واضحا، قال: من علق تميمة، حجاب، من علق تميمة فقد أشرك. يا مولانا انتوا والله جننتونا، شرك، قلتوا الناس كلهم مشركين. ما قلنا والناس كلهم ما مشركين، لكن في مشركين. طيب شرك شرك، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذه شرك، ما نحن، قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. هو مشكلة وبس، مش بلدنا دي فيها شرك بس، فيها ناس شيوخ طرق قالوا نحن الله ذاته. أها نتقدم كيف؟ تقول لي ما في عيش؟ هو الفرن ذاته وعشان بيكون ما في. إذا استمرينا بالحالة دي، والذي لا رب سواه، إذا لم يتب الناس من هذا الشرك والضلال ويكفروا بهؤلاء الطواغيت، ليزداد حالنا إلى الأسوأ بعد الأسوأ حينا بعد حين. وهذه سنة الله تبارك وتعالى في خلقه وفي أرضه. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، 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 ويعفو عن كثير. عندنا ناس اللي بيقول إحنا الله، كما قال قائلهم، طريقة كبيرة بيتبعوها مئات الآلاف من البشر في السودان وغير السودان، خلينا هنا ببلدنا دي بس. يقول كتاب يباع عندنا بالأسواق ومدحة تمدح ويعزف عليها بالأورجانات وآلات الطرب والموسيقى. قال: أنا الذاكر، يتكلم عن نفسه، بشر سوداني عادي عنده إضنينين ونخرة فيها قدتين وعيونين وكرعينين فيها 10 أصابع ويدين. رغم ذلك يقول: أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري، أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي، أنا الواحد، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. ثم قال: وما قلت هذا القول فخرا، وإنما أتى الإذن كيما يعرفون طريقتي. كيف ينصلح الحال وهؤلاء يدعون الألوهية ويدعون الربوبية ويعبدون العباد إليهم وهم عباد، وهم عباد؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ ميتين،
أموات غير أحياء، ألهم أرجل يمشون بها؟ ميت رجل ما عنده. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم، الأولياء والصالحين والشيوخ بتاعنا القبب، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين يدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء. الفكي وينه؟ ميت، عشان كده عملوا له قبة. طيب كونه ميت ودفنوا براهم وحفروا الدلحات ونزلوا تحت وجابوا الطوب الأخضر وبطيل لوت 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 قفلوا التب، هم نزلوا ما قادر ينزل روحه وتكبوا فيه التراب، يجي بعدين يقول لنا نزل لنا مطر، هو نزلوا ذاته ينزل مطر كيف هذا؟ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، إنك أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى الصلاة.